السلام عليكم. في هذا الفيديو غنحاول ممكن نكمل لكم الشابتر 3 ديال البروف مسيو ابوش على ديت الموديل ديال كونترول جيستيون. دونك درت لكم لا فيديو الاول والثاني، دونك نحبسنا هنايا. غادي نكرو غير الموديل دو ويسون و لي دو ميثود اللي خدم لكم هذا بليتو اللي هضر لكم عليهم البروف، la méthode APC ou la méthode 2080. Donc voilà, on va principal le modèle 200 qui est déjà grave. Objectif de la vidéo les commandes radin باش نيفيتيو لا غيبتور دو ستوك افيك لو مينيموم دو كو. دكاغ دونك معرفين هنا لوبجيكتيف ديال لانتيغي ديال هاد الموديل دو ويسون. بيان سور عمرنا نطيحو في لا غيبتور، يعني معمرنا نخليو ستوك تيخوى، و بيان سور افيك لو مينيموم دو كو، يعني التكاليف لو كو دو ستوكاج اللي هو لو كو دو باساسيون بور باسي اون كوموند، ولا لو كو دو بوسيسيون بوسيدي ان ستوك راه كيكلف. دونك نحاولو ما امكن انه نعرفو شحال من كوموند غتخصنا اللي كرمز ليها البروف ب ان. دونك ان هو لو نومبر دو كوموند اللي خصنا نديرو في العام، و ال كيو اللي هي كيو دون الكونتيتي ا كوموند. دونك ليبوتيز دو موديل 200 هنا كيخدم ليكم على هذا الموديل، و كناخدو بعين الاعتبار لا كونسوماسيون ريغولييغ يعني لينيير. دونك فوالا ندخلو في المهم. دونك كيما كتلاحظو لو كو جلوبال اللي هو لو كو توتال شنو كاين فيه، في لو كو دو باساسيون اللي هو لو كو بور باس اون كوموند، من بعد غادي نعرفو كيفاش نحسبو هذا، و لو كو دو بوسيسيون. دونك لو كو دو باساسيون كيما كتلاحظو راه غادي طالع، علاش؟ لان نقولو مثلا واحد لا كوموند كتكلفني مثلا 20 درهم، إلا درت كوموند وحدة 20 درهم، إلا درت جوج ديال لي كوموند غتولي 80 درهم، إلا درت تلاتة ديال لي كوموند غادي يولي 120 درهم. يعني نحدي كنكتر في لي كوموند لو كو دو باساسيون كيطلع، كما كتلاحظو يعني كناخدو بعين الاعتبار لو نوم كوموند لي كنديرو كونتخ لو كو دو بوسيسيون، نحدي كنكتر في لي كوموند اش كيبقى كينزل. دونك فهاد البوان فاش كيتلاقاو، دونك هادي هي البوان ديالاش ديال لو مينيموم دو كو اللي اقل تكاليف. لما كتلاحظو لو كو توتال ملي كيكون عندك لي كوموند قلال راه كيكون لو كو طالع. دونك فواحد البوان كنلقاو بلي اخر اللي هو لو كو مينيموم دو ستوك. دونك هاد البوان علاش كنقلبو، يعني التقاطع ديال لو كو دو باسيسيون لو كو دو بوسيسيون هو علاش كنقلبو، هو لو نومبر اوبتيمال ديال لي كوموند. دونك بالنسبة للبارامتر دو موديل، راه البروف عطاكم لي زيكواسيون هنايا، بحال مثلا دابا باش تعرف كونتيتي اوبتيمال كوموند عطاكم القاعدة هنايا، و لو نومبر اوبتيمال دو كوموند حتى هو ها هو. مي بالنسبة لأحسن طريقة نقدرو نخدمو بيها باش تغير تجبدهم، أنا كنصح تغير باش تلقى ان تخدمو بهاد الطريقة هادي، ان كيساوي لين نفسها اللي حطينا البروف هنايا جيدا مربعي. كنحاولو ما امكن ناخدو الكونتيتي اون فالور، حطو البال لهنايا راه ماشي الكونتيتي ب يعني ب اون فوليم، كناخدوها اون فالور كونتيتي اون فالور. يعني الا جاب الله عطاك مثلا 1000 كيلو راه كيعطيك مثلا كل كيلو شحال كيكلفنا لا فالور اونيتير، يعني كتشدك 1000 كيلو كضربها مثلا 3 دراهم يسالي الكيلو كتعطينا 3000. دونك خصنا ناخدو لي كونتيتي اون فالور، وكنحاول ما يمكن اننا نضربو في لو طو ديال لو كو دو بوسيسيون يعطي ليكم اون بورسونتاج، وكنقسمو على جوج ان. دونك كنقسمو على جوج ان، هاد جوج مين جاس باردون ماشي جوج ان، كنقسمو على جوج مضروبة في لو كو دو لونسمون. هاد جوج نينجات راه جات من
جات من ستوك موين راك ديجا صرفت الحصه اللي فاتت شنو كيساوي ستوك موين دونك لو كو دو باساسيون ولا كيسميه البروف لو كو دو لونسمون بور لونسي اون كوموند دونك نتوما في لي زيكزام حاولوا ما امكن نعاوركم على الطريقه تاع السويتش لقاو ديريكت ان اذا لقيتو ان لو نوم دو كوموند راه ساهل تلقاو الكونتيتي ا كوموند بلا ما تخدم على هاد القاعده نوريكم انا بعد السويتش كيفاش غندير لها من بعد يقدر انه يسولكم تاع اللوطو دونك لو طون بالنسبه لاون موا ولا اون جور نعطيكم الطريقه هنا كيفاش تحسبوها ولكن هادشي غيبان لكم في شي تمرين تاع الطريقه هذه ديال الوقت بين لا كوموند والاخرى راه ان فوا تلقاو غير لو نومبر دو كوموند ان فوا تلقاو غير لو نومبر دو كوموند راه غادي يولي ساهل باش انكم تجبدوا هذوك لي بارامتر الاخرين ومن هنا حاط لكم القواعد ديالهم لو كود دو بوسيسيون راكم ديجا شفتو في الحصه الفايته اللي هو واحد لو بورسونتاج على ستوك موين شنو هو ستوك موين هو كيلون هو لو كو والكونتيتي توتال هذا لو كونتيتي توتال مقسوم على جوج ان مقسوم على جوج باردون كيعطينا ستوك موين نشوفو دابا هاد لابليكاسيون تبقاو هادشي اللي قلنا بحال دابا البروف جا قال لينا كونتيتي كونسومي سور اون بيريود يعني العام كامل هو 8000 يونيتي اللي كان كونسومي لو كو دو لونسمون ولا كيتسمى لو كو دو باساسيون دون كوموند هو 60 درهم يعني كل كوموند كنلونسيوها كتكلفنا تقريبا 60 درهم باري فورنيسور يعني في يونيتير تقريبا هادوك لي يونيتي 8 درهم اللي كتكلفنا الوحده ولو طو دو بوسيسيون 12000 دونك عطانا اول كيستيون هو كالكولي le coût de possession, le nombre optimal de commandes, la quantité optimale de la commande, la période optimale séparant de commandes, ainsi de suite. On fera ta commande à la correction. La question, le où est le coût de possession, c'est facile à s'assurer. Il sait oui, le pourcentage est atteint. Donc, notre numéro, on trouve le prix, le tarif à chaque unité. On trouve, c'est une idée de train. Donc, pas divina, c'est facile, c'est aussi. Principe N, le nombre de commandes, tu m'as dit les commandes, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, la méthode de Vaisson. N, le nombre de commandes, reste à oui. Donc, pas de dire, j'ai de mon temps. Donc, il m'a dit, n'a pas la quantité en valeur. Donc, il a dit, non, tu es le temps, il a dit, la quantité, galéna, billy, tu m'as la finité, l'âme. دونك هادي كونتيتي اون فوليوم ولكن خصني نضرب فول يونيتي فورنيسور تحسب عليا ب 8 ديال الدراهم دونك باش ناخذ الكونتيتي اون ديرام عاد ديك الساعة نضرب في لوطو اللي قال ليا اللي هو 12100 بيان سور اللي هو لوطو دو بوسيسيون دونك 12100 مقسوم على جوج مضروبه في لو طو دو لونسمون دونك كيف قال لنا قبيله في 80 بلي بور باسي اون كوموند راه كتكلفنا 60 ديال الدرهم دونك الى حسبتي دابا هادي عندكم في الكالكول راه غتخرج لكم 8 ديال لي كوموند دونك حنا باش نيفيتيو لا ريبتور ستوك افيك لو مينيموم دي كو راه تقريبا 8 باردون 8 ديال لي كوموند لي خصنا نديرو دونك 8 ديال لي كوموند من بعد كيما قلت لكم هاد الكونتيتي ا كوموندي كيفاش تقدروا تلقاوها ساهله بلا ما تخدم عليها كاع هاديك القاعده شنو كنقولو بما انه انا كنكونسومي 8000 يونيتي في العام اللي كتخصني دونك غادي نشد غير الكونتيتي اللي غنكونسومي في العام وبما انني غادي ندير 8 ديال لي كوموند يعني تقريبا كل كوموند شحال غنجي فيها غنجي فيها 1000 يونيتي هذا خدينا بعين الاعتبار بلي ان واحد لا كونسوماسيون ريغولير دونك غادي ندير 8 ديال لي كوموند وكل كوموند غادي نلونسي فيها 1000 يونيتي داكور دونك 1000 يونيتي غادي نلقى الشيء اللي سولكم عليها هي لا كونتيتي اوبتيموم دو لا كوموند
من بعد يقدر يسولكم على الوقت. دونك حنا الا بغيتي تحسب هذا الوقت راه ساهل حتى هو، بغيتي تعرف بلو جور دونك راه لو جور، بما ان العام فيه 360 جور اون برون لاني كونتابل، دونك 360 جور، وانا كندير 8 ديال لي كوموند، يعني تقريبا كل 45 يوم 8 ديال لي كوموند، كل 45 يوم خصني نلونسي لا كوموند. هكا ولا تقدر تحسبها بالشهور، الا كيقول لك بلو موا، يعني عندنا 12 شهر غادي نقسمو على 8 وغادي تجيب لينا 1.5، يعني كل شهر ونص خصنا نلونسي لا كوموند، كل شهر ونص خصنا نلونسي لا كوموند، وحنا غنديرو 8 ديال لي كوموند. دونك راه سي تري سامبل. دونك هادشي اللي كنحط لكم في هاد لابارتي ديال لا ميثود دو فيرسون. دي فوا يقدر يسولكم على لو كو توتال، راه ساهل عاوتاني نتهال. حنا كنعرفو بلي لو كو توتال شنو فيه، لو كو توتال فيه لو كو دو باساسيون انويل زائد لو كو دو بوسيسيون انويل. شوف شنو كنا قلنا قبيله في الكراف، قلنا بلي فواحد البوان كيتقاطعو، دونك لو كو دو باساسيون كيبقى طالع من حدك كدير لي كوموند وهو كيتزاد عليك، ولو كو دو بوسيسيون كينزل كومسا. يعني هاد البوان هادي هي اللي علاش كنقلبو، هادي هي لو نومبر اوبتيمال ديال لي كوموند. شوف الى لقيتي 8 ديال لي كوموند اوتوماتيكمون هنا غادي تجي تحسب، غتقول لو كو توتال شنو فيه، فيه لو كو دو لونسمون اللي هو لو كو دو باساسيون زائد لو كو دو بوسيسيون انويل. وبما ان حنا عرفنا لو نومبر دو كوموند اللي غادي نديرو اللي هما 8 ديال لي كوموند، وكل كوموند كتكلفنا 60 ديال الدرهم، يعني تقريبا شحال غتكلفني في لو كو دو باساسيون توتال، هي درت 8 مضروب في 60 غتعطيني 480، دونك هنا لو كو دو لونسمون هو 480 اوتوماتيكمون بلا ما تمشي كاع انت تحسب هذاك لو كو دو بوسيسيون. لو كو دو بوسيسيون حتى هو غادي يكون كيساوي 480، هذاك لو كو دو بوسيسيون بلا ما تخدم عليه لا قاعدة ديال غيساوي 480. علاش؟ لان هاد البوان هادي فاش كتقاطعو هنا، الى جينا نشوفو هاد التقاطع ديالهم هاد راه غتعطينا 480 هنا، دونك 480 هو لو كو دو لونسمون زائد لو كو دو بوسيسيون، 480 زائد 480 غتعطينا 960 هو لو كو توتال. هذا دابا هو لو مينيموم، لو مينيموم ديال لو كو اللي خصنا نحاول ما امكن اننا نتحملوه، افيك بيان سور 8 ديال لي كوموند اللي نقدر نديرو. المسألة الأخرى اللي دار ليكم بروف في الكور على لي زوطخ ميثود، كاين لا ميثود أ بي سي وكاين لا ميثود ديال باريتو اللي هي 20-80، هادو ما غاديش نحطهم ليكم براتيكمون حتى هو جامي دو لافي ذكرها في لي زاني بريسيدونت، حتى هاد العام ما ظن زعما واش يحطها ليكم. حتى اللي بغا يفهم لا ميثود أ بي سي بشي بيتي دوكا ولا بشي يعني اكزرسيس، يقدر انه يشوف غير الكونتا اناليتيك خوش ديال البروف عاوي ولا هادوك هما اللي دايرين التمارين في أ بي سي، كيعطيك تمرين كيقول لك كلاسي ليا بلا ميثود أ بي سي ولا ميثود 20-80. أما البروف هنايا أنا كيف بان ليا في الكور غير هضر عليهم، دابا أنا غادي نشرحهم ليكم شنو كاين. حتى لي تي دي باقي لحد الآن ما طلعتش على لي تي دي اللي دار ليكم البروف. لي تي دي جو كخوا حاط ليكم شي 3 تي ديات ورا دير ليهم لا كوريكسيون، هادشي اللي سمعت من لي زيتيديون، حتى نشوف إذا كان حاط شي تمرين على لا ميثود أ بي سي ولا ميثود 20-80 غنشوف ندير ليه حتى هو ليكسبيكاسيون. دابا خصكم غير تفهموا هاد لي دو ميثود تيوريكمون الى يقدر يسولكم عليهم. دابا شنو كتعني لا ميثود 20-80 ولا باريتو؟ هاد لا ميثود 20-80 جات شويه يعني قديمه، هي من داك باريتو اللي كان قال بلي 20% ديال البوبيلاسيون كياخدو 80% من لا ريشيس، و 80% ديال البوبيلاسيون كياخدو 20% من لا ريشيس، ولاو دابا لي زونتربريز كيخدمو بيها. دونك شنو هو الهدف؟ حنا ملي كنبغيو نديرو لا جيستيون ستوك كنشوفو هادوك باغ اكزومبل
لي 20% لي يعني ما كيشدوش الناس ستوك بزاف، لي زارتيكل اللي ما كيشدوش الناس ستوك بزاف ولكن عندهم قيمه بزاف. حيلا تكون شي مثلا دابا شي بوتيك كيبيع تليفونات، ملي كتجي تشوف المكازا ديالو عنده محل صغير عنده مثلا تليفونات ما كيشدوش لي ليسباس بزاف، يعني 20% من ليسباس، ولكن القيمه ديال التليفونات كتمثل 80%. كونتخ إذا جينا نشوفو 80% من المساحة ديال المحل فيها غير البوشيت، فيها الكيت، فيها باغ اكزومبل لانكاساب، ولكن القيمة ديالهم ثابت، يعني 80% من المساحة معمرين المحل كامل غير بالبوشيت كما قلت لكم، لا فالور ديالهم يلاه 20%. يعني حنا في السوق كيخصنا نحاول ما امكن اننا نهتمو باش بهذوك اللي عندهم 20% من الاسباس وكيمثلو 80%. هو قال لكم هنا La méthode de Pareto repose sur le constat empirique que généralement environ 20% de références stockées représentent 80% de la valeur du stock. Dans ce cas, il convient de focaliser, sinon focaliser, elle est avec 20%. Le reste pouvant faire l'objet de procédures plus simplifiées. On va faire ce que je vais faire. Dima, je vais faire ce que je vais faire. Dima, je vais faire الجديد في التليفونات وشنو هذا حتى داكشي هو اللي كيتباع واللي هو عنده قيمه، والمسائل الاخرين راه يحطهم يقدر كاع ما يتسوقش لهم. هادشي اللي كيقولوا تقريبا هاد لا ميثود 20 80. الا جينا نشوفوا الجروب الاول الكونتيتي يلاه كتمثل لنا 20% ولكن لا فالور ديالهم طالعه. والجروب 2 كيمثل لنا 80% من المساحه ولا من الاسباس ولا الكونتيتي ولكن لا فالور ديالهم كامل. دونك il convient de gérer avec rigueur le groupe الاول، خصنا نجيريو هذا احسن نديوها في هذا، والاخرين ماشي عاوتاني ما نتسوقوش ليه ولكن الاخر يعني دي المانيير كيما قال لكم سوقي. لا ميثود ابي سي راه بحالها تقريبا بحال لا ميثود 20 80. لا ميثود ابي سي شنو كتقول لينا؟ كنبداو كنعزلو لي كاتيجوري، هادوك لي زارتيكل اللي كيتباعو بزاف ومطلوبين كنكلاسيوهم في ا، هما لي بلو فريكون، واللي شويه مره كيتباعو مره شويه هكا كيبغيهم الانسان كنكلاسيون في البي. وشي حاجه ما كتوقوش ليها الكليان مره مره فاش كيسولك عليها هي الكاتيجوري سي. دونك بحال هكا نقدروا نكلاسيو لي زارتيكل ديالنا في لا جيستيون سبور. دونك جروب ا تقريبا في كونتيتي ولا في سباس من 5 حتى 10% تقريبا، دونك لا فالور ديالهم هو 60% ولا 70%. دونك هذا هو اللي مزيان نديوها فيه ونبقاو ديما نهتمو به. Contre le groupe B, les articles de classe en B, je crée un espace comme ça, je suis ou la valeur de l'an comme ça, je suis une. Donc, il y a mauvais choix. Contre le groupe C, qui est dominant stock, c'est une finesse à 5 millions, avec la valeur de l'an faible. Donc, on se reproche. Donc, c'est l'objectif de réduire mes comptes. Ok, je m'en vais d'abord les sociétés de la gestion stock, de le classement des articles. باش جبت لكم الا كنتو كنتو تخدموا شي تمرين فيها ولا شي حاجه تقدروا تمشوا للكتاب ما بقاش شاقلش عشان انا كنت كنخدم بهم في لانسوشي. كاين واقيلا واش كتبت العويد ولا كتاب ديال جمال يوسف هو اللي فيه بحال التمارين هاو. وجا قال لكم على البروغرام و البيجي دي زابروفيزيونمون. صراحه هاد البيجي دي زابروفيزيونمون حتى البروف مسوعبوش ما عمرو ما دارو. ونشوف لكم تيدي ما حط لكم شي تمرين فيه باش نحاول ما يمكن ندير لكم شي فيديو نشرح لكم فيه، ولكن هاد البيجي تاع زابروفيزيونمون اللي بغى يفهمو يقدر يشوف غير لا فيديو اللي حطيت في لاشين. راه مسلم سعودي كيخدمو، لكن عندي واحد لا فيديو ديال بروف مسعودي داير فيه البيجي دي زابروفيزيونمون في لا بيريود كونستانت و فاريابل. دونك تقدروا تشوفوا غير داك لا فيديو غتفهموا كيفاش تصاوبوا البيجي ديال زابروفيزيونمون. ولكن انا نوعدكم شوف الا كاين في التيتي شي تمرين فيه حتى شعقلت وقيله كان واحد بارمي لي زيتيديون كان صيفط ليا وقال لي بلي راه وقيله ديرو في التيتي. المهم راه ساهل ماشي شي حاجه. اللي هاد البيجي ديال زابروفيزيونمون كنحاول ما امكن نشوفو ستوك انيسيال ديالنا باش كنبداو وشحال غادي شحال غادي نكونسومي في الشهر الجاي شنو نطيحو في لا ريكور. وهداك البيدجي كي افيشي ليك لا دات كوموند فوقاش غاتبونسي لا كوموند فوقاش غاتوصلك، وكتاخد بعين الاعتبار
لو ستوك دو سيكوريتي وكتاخد بعين الاعتبار الديلي ديال لابروفيزيونمون يعني الديلي دو ليفريزون. المهم كناخدو بعين الاعتبار هادشي كامل وكنافيشيوه في واحد البيدجي اللي نقدروا اننا نبازيو عليه. دونك هادشي اللي دير ليكم لا بارتي دو كود. نشوفو دابا غير داك البي سي ام اللي حكيت لكم. حد بعد البي سي ام راه ديجا فيه هذاك التمرين على لا جيستيون دو فونت. كاين هنايا تخدموها بالاكسبونونسيال، هادي غتخدموها بالكوفيسيون سيلفونيير. كاين شي تمارين اخرين ولكن على اناليز دي زيكار. هو راه كيقول لكم في لونفي بلي الاناليز دي زيكار كتكون غير فراتاباج بحال هو في لي زاني بريسيدونت. ديما في النورمال يعني في زيكزامان نورمال كيدير غير جيستيون دو فونت و جيستيون دي زابروفيزيونمون و كيقول لي كومون دير لي خرج لي راتاباج راه يقدر يتحط لي تاناليز دي زيكار و فريمون كيحطها. غير اناليز دي زيكار اللي كيحطها غير كيعاود و راه بزاف من سكرابوش راه كيعاود لي زيكزامان. بون نشوف معاكم دابا انا غير واحد التمرين هنايا على لا جيستيون و انا دوكا نورمال فيهم غير جيستيون ديال فيهم غير اناليز دي زيكار بزاف. بحال دابا هاد التمرين gestion budgétaire des approvisionnements. Une entreprise prévoit une consommation annuelle de 10 000 €. Le coût de possession du stock est évalué de la valeur moyenne du stock. Le coût de passation d'une commande pour passer une seule commande est de 40 dirhams. Le coût unitaire d'achat du produit est de 5 dirhams pour le produit. ديما تحقق تلقاو في لي زيكزام كيسبق ليكم بهاد لا كونتيتي ايكونوميك كوموند ديك اللي حكيت لكم فيها القاعده انكم غير تحسبوها كديرو دي كيو. ولكن انا ديما كنبداش فيها صراحه باش هادي بلا ما تخدم لي القاعده كنجي ديرك كنحسب ان نحسب ان خلاص خرج ليا يعني شحال من كوموند غادي ندير وكنخدم بالقاعده ديال موديل بايثون. دونك ان شنو قلنا كتساوي كونتيتي onze valeurs, on a 30 000 unités. On va dire que là, juge le coût de lancement. Donc, juge. On va faire le coût de lancement. Et là, si vous avez bien compris, si je me rappelle bien, je vais vous dire que vous avez fait le coût de lancement. Je vais vous dire que vous avez fait le coût de lancement. Donc, tu me passes la commande, il y a un. ملي كتلقى 18 كوموند اجي ديرك خرج كي هي كونتيتي ا كوموندي. الا كنا حنا كنكونسوميو 10,800 ارتيكل ولا برودوي في العام حنا عارفين ريوسنا غادي نديرو واحد 18 كوموند يعني تقريبا كل كوموند شحال غادي نجيبو. ملي غادي دير هاد لو كالكول غادي يعطيك تقريبا 600 برودوي ولا 600 يونيتي اللي غادي نجيبو. دونك كل كوموند غنجيبو فيها 600، الكوموند الثانية غنجيبو 600، الثالثة 600، حتى دوز ديك 18 كوموند غنخلصنا تقضينا 10,800 ارتيكل اللي خاصنا. هنا من بعد كيجي كيقول لك لا بيريود دي دو ري ابروفيزيونمون اللي هي تقريبا التالي بين كل كوموند وكوموند شحال. بما انه هنا عطاك لو جور غتخرج هاد لو جور دونك غادي نديرو لو طون اون جور كيساوي حنا عارفين بلي لاني كونتابل فيها 360 دونك 360 مقسومة على 18 كوموند غادي ندير 360 جور بيان سور مقسومة على 18 كوموند هادي مبقيتش عقلت واقيلا 18 جوغ ولا 20 جوغ لي غتخرج ليكم باش نحسبها. دونك 360 مقسومة على 18
غادي لينا 20 جو تقريبا بين كل كوموند و كوموند 20 يوم كدوز 20 يوم كنلونسيو لا كوموند لوخر كدوز 20 يوم كنجيبو لا كوموند لوخر انسي دو سويت نمرة الشابيك خدرة صغيرة ماشي شي حاجة جديدة دونك في هاد البوان غنحبس لكم هاد الفيديو ندير لكم واحد الفيديو اخر نشرح فيه نشوف بعد لي زيكزامان اللي كاينين عندكم اذا فيهم هاد لا جيستيون ستوك نجيب لكم هادوك التمارين اللي كاينين فيهم ونشوف التي ديات حتى التي ديات راه كيبانو ليا انا ساهل من الواقع راه حيتاش حط التي دي حط معاه لا كوريكسيون وقيلا واحد التي دي كيما قال ليا واحد الاتيديون كان دار فيه داك البيجي دي زابروفيزيونمون وما دارش ليه لا كوريكسيون هذاك البيجي نقدر نصاوبو لكم ماشي مشكل ولكن ما بغيتش عاوتاني غيحط لكم البيجي في ليكزامان حيتاش نتوما عندكم غير اون اور هو البيجي ما عمر ما دارو نتوما تكونسونطرو بزاف على الكيستيون كور راه كيحطوهم 8 ولا 7 ديال الكيستيون كور والشابيتر ديال جيستيون بونس ضروري يحط لكم يعني تشوفوا لي بريفيزيون لي ميثود لي كنا قريناهم في السونتر لينيير اكسبونونسيال بوسونس كوفيسيون سيزوني ويقدر يسولكم على المويان موبيل تاعي دونك هادشي اللي كاين دونك تكونسونطرو على لي بيدي اللي كاين عندهم اللي كاين عندكم وراه لي زيكزامان اللي مسوا باش راه كيكونوا ساهلين دونك بون كوراج.